عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مريم كوك. اليوم جبت لكم بوصفة جديدة واللي هي الوصفة تاع صدر الدجاج اللي كيكون سهل في التحضير وكيجي رائع. ما نقولش لكم هاد صدر الدجاج تقدروا ترافقوه بأي نوع من الخضار ولا ترافقوه بليبات ولا ديروا حتى سندويشات اللي كيبغي من عشاق لي ساندويتش. وصفه سهله وسريعه في التحضير واللي كيبغيها سيتو دراي سوار كيبغيوها بزاف. قبل ما نبدا لكم في الوصفه ما تنسونيش من دعم القناه والاشتراك والاعجاب وترك التعليق وتابوناو في القناة ديالي باش تزيدو تشجعوني ونجيب لكم تانا الجديد ديما والوصفات السهلة اللي كتكون في متناول الجميع. هاد الوصفة كنحتاجو ليها، انا خديت 500 غرام ديال صدر الدجاج اللي كنشدو كنقيوه مزيان من الشحمة من اي ولا من داك العروق اللي كيكونوا فيه، وبالطبع كيكون بعدا كتكوني غاسل كيكون مغسول بالملح والحامض وكد يكون مرقد خير الله تاع الوقت باش كاع هذيك الزفوريه تحيد اللي كتكون فيه. ونوريكم كيفاش نقطعوا الشكل اللي غنقطعوا ليه صدر الدجاج حتى هويا. ذكرنا صدر الدجاج، عندي نص كيلو تاع صدر الدجاج، نص كيلو 500 غرام دي سكالوب دو بولي، وعندي لي زيبيس تاع ديال الخس بالدجاج دي زيبيس بوغ البولي، عندي الملح دي سال، عندي الابزار، الفلفل الاسود، بوافر نوار، عندي توما اون بودغ لاي اون بودغ، عندي سكينجبير. سكينجبير ديرو شويه بالزيت لان الدجاج كيحتاج سكينجبير. دي جانجامبر، عندي التحميره الفلفله الحلوه دي بابريكا، وعندي عصير ديال نص حامضه لو جي دان دومي سيترون، وعندي بيضه كامله ان اوف اونتي، وعندي لا شابلور. لا شابلور اللي على هذا الشكل انا كنشريه من عند منين كنقولوا نشريو من لي ماغازان تاع لي ازياتيك اللي هما شناوا كنجيبو من عندهم. هادي ما غاليش، اللي ما عندهاش هذا دير العادي لا شابلور العادي اللي كنخدموا به حنايا، ديروا القدر اللي بغيتو سي لا شابلور وتوكلوا الله. السكالوب غادا نقطعو على هاد الشكل، هذا ما تقطعوش رقيق، قطعو على بحال هكا على هاد الشكل كنقطعو بحال هكا باش ملي تكونوا تقليو فيه ما يجيكمش قاصح. بسم الله نقطعو كله على هاد الشكل، شفتوا كيفاش نقطعو كله السمك ديالو على بحال هاد الشكل هاكا. نقطعو كلو على هاد الشكل، ما تقطعوش رقيق. دابا غنبداو نزيدو في لي زيبيس كلها، كندير الملح. بسم الله الملح على حساب ذوق كل واحد، هادو التوابل تاع الدجاج خاصة بالدجاج، فلفل الحلو. انا ما كنعبرش عنكم ميزانكم، فلفل الاسود ديروا شويه شويه، الا سكينجبير هو اللي خصكم ديروا شويه بالزيت. بسم الله ثوما حتى هي ديروا، حاولوا ديروا شويه بالزيت، عصير
نص حامضه. بسم الله. هذه الوصفه هذه ما كنديروش فيها الزيت اساسا. بيضه، هذه البيضه علاش هذه البيضه كتخلي الدجاج كيجي، هذا هو السر ديال هذا صدر الدجاج. هو اللي كيخلي الدجاج كيجي رائع وفتي. عرفتي ما نقولش لكم ما شاء الله كيفاش كيجي. احسن ما ديروا فيه دانون، دانون حتى هو كيجي رائع فيه، ولكن من الاحسن انا كنفضل ندير بيضه فيه. اللي بغى يدير، اللي بغى يعوض البيض بدانون ما كاين حتى مشكل، مرحبا يديرها. مي هاد الوصفه كتجي رائعه ببيضه وحده ف 500 غرام ديال صدر الدجاج. دابا نخلطوا العناصر كلها. بسم الله. نخلطوها كلها بحال هكايا حتى تدخل فيها كاع هذيك العطريه اللي درنا. وقد ما خليته يرتاح مزيان، قد ما خليته يرتاح مزيان كيشرب العطريه كلها. دابا بعد ما خلطته مزيان حتى دخلت فيه العناصر كلها، غنغطيه وغنخليه يرتاح، نديرو في الثلاجة. ما خليته يرتاح لا كيجي رائع، ما خليته يرتاح كيجي مزيان. دابا غادي ندخلو الثلاجة وغادي نخليه يرتاح ونرجع معاكم. دابا بعد ما خليت صدر الدجاج حتى ارتاح مزيان، خليته دابا شي ساعه الا ربع باش خليته. نتوما تقدروا تخليه نهار ليله كامله، ما عندكمش الوقت طيبوه، حضروه وطيبوه. دابا غنوريكم الطريقه كيفاش. بسم الله. كناخدو سكالوب، كناخد سكالوب بحال هكا وكنفندو مزيان في لا شابلوغ، كيجي بحال الباني. شفتو؟ وكنحطو على جنب، هزو وحيدة بوحيدة. بالطبع اللي كيبغي حار يقدر يدير فيه شويه سودانيه حاره، ناس من عشاق الحار. دابا غنبداو معاكم القلي ديال هاد الاسكالوب. زيت نسخة الشاي البنات العافية تكون ما تكونش مجهدة، ما تكونش قليلة، وما تطيبوش بزاف باش يبقى لكم طري من الداخل، ما يجيكمش ناشف. دابا نقلبو السكالوب. تولي لكم على بحال هاد الشكل هدا، مشفتوش تقلبوه كل مرة كل مرة، تناو حتى تحمر الجهة هدا، قلبوه لخرى على الجهة لخرى. شتي اللون ديالو كيجي على هاد الشكل، ليش لو باقا ما طابتش من الكف قبل ما تقلبوها خلوها بحال هادي، باقا شويه بيضه غادي نخليها، ما غاديش نقلبها. شكل
النهائي ديال الطبق اللي وجدت معكم، كيجي رائع. كنقدموا لكم الصحة والراحة.